بنزيما متصدر هدافين الدوريات الخمس الكبرى يا ناس يا عالم، ايش بصير ايش بصير؟ بس عادي ترى، انا هذا الزلمه بحبه وعادي يكون متصدر الهدافين، متصدر بدك اياه، هذا الزلمه بحبه. ليش؟ لانه في وقت رونالدو كان كاتم على موهبته، بس عشان يسمع لمين؟ للتافه هذا المتكبر المشايب غير حاله. انا حمار؟ انا حمار بحكي هيك حكي؟ لا مش حمار، مش حمار. هيو معي بنتو، شو مسوي؟ فيش مش مسويش. ليش؟ لانه مانزوكيتش مش مخليه يلعب في مركز اللي هو راس الحربه. اما في ريال مدريد بنزيما تخلى عن مكانه بس عشان ايش؟ رونالدو يصير نجم يعني، واخر شيء ايش طقع له حلق له مع الناشف. بنزيما تخلى عن مركزه بس عشان ايش؟ رونالدو يصير نجم، وكان هو اللي يصنع له. الوحيد اللي كان شاري ريال مدريد اللي هو بنزيما، بس ابو حمدون عاشق في خالد الدون بقول لك لا، رونالدو الاسطوره، رونالدو هو اللي صنع تاريخ ريال مدريد. عشان هيك انا بحبه هذا الزلمه. ايش ضحى في 9 سنين من حاله بس عشان ايش؟ واخر شيء معلش يا بنزيما، هاي طيبة القلب اللي فيك هاي مش دائما بتكون منيحه. تتخوضوا علينا لما نقول منتهي؟ هيو منتهي في يوفنتوس، منتهي رسمي، ولا جول ثلاث مباريات ولا جول. عشان هيك انا بحب بنزيما، وكمان عشان يعني ضيع عليهم طبات الموسم اللي فات، كان كفيلات بينهم ياخذوا الدوري، فعشان هيك احنا بنحبه. يا باي حظك يا ميسي، لما ابو ابراهيم تعدى بالاهداف قال الليجا خلوهم يلعبوا مع هذا ويسكا، ما هم عارفين انه يعني بدهم يعطوهم من انديه ضعيفه فاول الدوري عشان ايش؟ خليهم يسجلوا ويرفعوا معنوياتهم. بس عادي عادي، اذا انت بتسجل على الضعيف يا ميسي، ابراهيم مسجل على القوي وبتصدر الهدافين. جول جول، معقول يخسروا؟ كلكم على الدفاع بالله عليكم، ما تخلوش ميسي يسجل جول. اول يوم داوم في المدرسه وقال ايش؟ بيعطونا برنامج، الله يحرقكم، احنا اخذنا كتب عشان تعطونا برنامج. وين راح البرنامج؟ رياضيات مين اللابس ابيض؟ احنا ولا هم؟ ايش في؟ مين ايش مين هذول؟ يا حبيبي لا والله فزنا اليوم، فزنا، واضح انه دوري ابن صرمه. اجينا نخسر من بلد الوليد ولا ابو وليد ولا مدرب شو اسمه، وهسه خسرانين من هوسكا ولا هوسكا ولا شو شو باكيت شيبس هذا النادي ولا شو؟ مسجل فينا جول يا ناس، ايش فيه؟ قال هذا نادي عنده نجوم واشترى صفقات ومن داري شو، واحنا ما عندنا صفقات ومش عارف شو، واحنا متصدرين. لا 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 انا ما عنديش مشكله اي حدا يسجل، بس ميسي ليه ميسي ليه بسجل على الانديه الضعيفه؟ ايش بده يطلع منه يعني؟ ايش طبيعي يكون كل الهداف ليجنس وبلد الوليد ومش عارف شو؟ انديه ضعيفه هاي انديه ضعيفه، كانك زلمه مسجل على الانديه الكبير زي ما سوى ابو ابراهيم. لا لا هي هيك بس شويه يعني هي اول دقيقتين بس، يعني اول دقيقتين هم بس اعطوهم المساحه. هاي يلا ميسي اي وي 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 مش داعي احكي، في داعي احكي؟ ما في داعي احكي. هذا اللاعب قال مش مترشح لجائزة افضل لاعب في اوروبا، واصلا اصلا احسن، لانه اذا اصلا رشحوك هي اهانه لك يا سيد اللاعبين. ستة في سحبه واحده، سحب سته وقول في اليمين في الرجل الضعيف. لما اجي بدي اتغزل فيك بخلص الحكي. اريد ان اشمطك بيت شعر ولكن مش راكب في راسي لانه الجول هبلني. لا 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 لا, لا ما يفلتش. طلع طلع طلع، يلا بتظل اهون من انه ميسي اللي يحط الجول. يا الحكام بيساعدوهم، يا الحظ بيساعدهم، يا لاعيبه الخصم بيساعدوهم. يلا يا شباب ايش طولوا كثير، هذول في الوقت هذا لازم تكون شامطينهم 10. يلا جوردي ألبا، جوردي ألبا، لا 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 الله، هذا جوردي ألبا قال انريكي ما استدعاه، قال الله يوخذك يا انريكي تستدعيش. طلع طلع مسرع زي الفراري فراري ولك، طلع طلع بسجل جوال وهو ما بده يسجل، يعني هو بكون بده يصنع، سبحان الله الطابة بتيجي في الجول لحالها. اخ انا ليش بحضر في المباراة اصلا؟ لا 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 لا، يلا منيح مش ميسي، منيح مش ميسي. سواريز سواريز العاهة قال بقرنوه في ابراهيم، ولك تفشل عينك تتقارن مع ابراهيم، ما هو خاف يفتح العداد وميسي يسجل هاتريك ولا سوبر هاتريك. لا خلص يا هويسكا دافعوا، شو مالكم؟ تنادي صاعد جديد تطلع لي بتهاجم؟ ايش الغبا اللي انتم فيه؟ يلا يا شباب يلا يلا اضغطوا اضغطوا، يلا هسه فتح العداد خلص، افتح يا سمسم ابوابك، نحن جوردي ألبا جوردي ألبا. سواريز الله الله، سواريز عاد يا اوغاد، سواريز عاد يا اوغاد. جوردي ألبا شوف شو بسوي جوردي ألبا، والصراحه بقى حمار يعني ماله هيك اليوم شنه، معقول عشان يثبت لانريكي انه هو يعني بيعرف يلعب؟ لو النادي صاعد جديد وبيلعب مثلا ضد فريق قوي، هذا مش قوي بس يعني بدافع بتهاجم يا زلمه، يخرب بيتكم. قول 3-2، معقول يرجعوا في النتيجه؟ ايوه هاجموا هاجموا، اوعكوا تدافعوا هاجموا، ايوه هذا فريق ضعيف دفاعهم ضعيف جدا يا اخوان، هاجموا بس. طلع 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 كيف الدفاع شوارع شوارع. قال ما تستدعيش جوردي ألبا، ايوه زي هيك كل يوم يعمل زي هيك، قول ما بدي استدعي جوردي ألبا عشان ايش؟ ما يعمل يلعب 2. الله يحرقك يا بكي، بكي ايش بتسوي؟
بكي استدعاه على المنتخب؟ لا صاحب بكي اعتزل. يزم كيف بحطوا فينا جولين؟ في امل انهم يتعادلوا، يعني التعادل منيح وفلاد ضعيف زي هذا والله في امل انهم يتعادلوا. دير بالك ما يشوت ايش يخاف، كيف بشوط كيف بشوط، نفسي افهم والله العظيم ما ببين عليه انه بده يشوط. طلع يعني راح امل التعادل. يلا منيح عادي، ديمبلي كيمبلي سمبلي اشتقن بكي، لا بكي لا اوم تيتي عادي، بس ميسي وبكي لا فكونا منكم يا اخوان. والله هاي المباراه لازم تخلص 10 و12 و13 قاعدين بحطوا فيك جولين تمبلي، ولك ايش الجوال هاي كله عرضات عرضات، ايش الطرب اللي احنا فيه؟ بس لو انه صوت العرضه زي صوت العرضه في الدوري الانجليزي يا الله بصير ارقص عليها، اصير ارقص عليها بالليل. اربعه قليل يا اخوان، بدنا كمان اربعه. اخ للمره الالف بقول انا ليش قاعد بحضر فيها، قاعد بحضر فيها عشان اشوف ميسي راح يتعدى بنزيما ولا مش راح يتعدى بنزيما. ان شاء الله ما بتعداه. يا نهار ازرق شو القوال هاي، انمسح فيه الارض النادي هذا، انمسح فيه الارض. قد صارت خمسة؟ صارت ستة، صارت ستة لبرشلونة. الله يستر الله يستر من اللي اجى في بالي، اللي اجى في بالي الله يستر منه. حطوا كمان جولين بتصير ستة اثنين، هيك عصفورين بحجر واحد منفوز متصدر الدوري. ميسي لا ميسي ما يعني خلي ميسي اللي يحطهن. لا اله الا الله ما الذي يحدث يا جماعه، اوف اوف هذا الكتيتش لعبتنا تهكر ولا ايش؟ فاي الجول خلي ميسي يحطه وبتصير 6-2، نضرب عصفورين بحجر واحد بنفوز بنتصدر الدوري وبنتصدر الهدافين ومنقهر المدريدي ومنذكرهم في 6-2. الله يستر منه يا رب، نو نو ما تصير هذا الكلام بكا. الحمد لله الحمد لله ما صار، تخيل صار. يا الله منيح محطة والله ضحطة بنوك الهواء، بس برضو لسه ما خلصت المباراة. الله يستر من اللي اجى في راسي، الله يستر من اللي اجى في راسي، الله يستر من اللي اجى في راسي. وعلى انصاره ومشجعيه ان يغادروا ارض الملعب ويغلقوا الهواتف ويغلقوا كل وسائل الاتصال ويشوفوا لهم مكان ما في حديث فيه عن كرة القدم. يلا يا شباب يلا يا شباب، بس بدنا جول، بس بدنا جول وبتصير 6-2. بكي كان يحط الجول بس لمسي مسي مسي. يلا يلا مس بالله عليك بالله عليك 6-2 خليها 6-2 6-2 6-2 صارت 6 صارت 6. بس لو انه بكي اللي سجل السادس، يا الله يا الله الطرب. يلا ما عاد عادي ميسي ولا بكي اثنين بيحرقوا اثنين بيشعطوا، هسه بطلوا يعرفوا يشوت ولا يحطوا جوال ولا اشي. حط جوال حط جوال حط جوال، جول دلبا ولك والله كفو كفو. عطه الاكزز انريكي انريكي، بما انه احنا بنشجع الاسبان استدعيه، هذا اللاعب حرام ما تستدعيه. حط الجول السابع كفو والله كفو، حرام ما يستدعى اللاعب هذا، حط جولين وصنع كم من جول يا انريكي حرام. خلاص يعطيكم الف عافيه ما قصرتوا يا شباب، خلاص 6-2 مناح، ما بدنا غير 6-2. اوعى تحط جول اوعى تحط جول، حط جول ابن الصرمه ابن الصرمه حط جول. ولك ليش صار تعرف تلعب انت، كيف صرت تعرف تلعب؟ يا الله يا زلمه خلونا نطقطق يا ناس، طلع بلنتي بلنتي بلنتي، ولا انهم يخلونا نطقطق على المدريدي. يلا ما هي خربت خربت خلاص راحت 6-2. هسه ايش ميسي بصير ميسي بشوط البلنتي بصير عنده ايش خمس جوال وبتصدر ايش هدافين دوريات الخمس الكبرى، وهات جيبه يا كبير من اول ثلاث مباريات خمس جوال. سواريز ده شوط ايش يا ميسي، ار يو صاحي ايش هذا؟ طب ليه 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 تعطي سواريز شوط انت؟ طب اعطي كوتينيو قل ما فيه حرام ضيع في المباراه لما زهق. شو الله اخلاقك يا ميسي، ضيع على حاله صداره الهدافين وانه يتعدى بنزيما في هدف عشان يعطي زميله اللي عليه كثير انتقادات. يا زلمه بقول لك كل ما اجي اشمطك بيت شعر بخلص الحكي، ما في حكي، نو نو لانجوينج. طلع ابن الصار معطاهم بلنتي، يلا عادي ولا انها تظل 6-2 يا زلمه اعوذ بالله. ابراهيم ميسي راح يشوط البلنتي راح يصير عنده خمس جوال ويتعدى ابراهيم. انا ليش حضرت المباراه هاي؟ الله يحرقك يا مين، الله يحرقك مين، انا عارف الله يحرق مين. لازم خلينا نتهنى في ابراهيم يا زلمه، بس كم من جوله يا زلمه متصدر الهدافين يا زلمه متصدر، عارف شو يعني متصدر ابراهيم متصدر يا زلمه، خلينا نستمتع. ايش فيه؟ ايه سواريز اللي شوط يا بي الخوف يا بي الخوف، ماسك عليك تديات انا عارف عشان ما تتعداه ورحت اعطيتها لسواريز. يا زلمه الحكومه هذا الحكومه ماسك على ميسي تديات اكيد ما ماسك، ولك عنده مكتبه مكتبه موسوعه موسوعه لكل لاعب عنده 15 منسك. الخوف من ابو ابراهيم، شوف لوين وصلت، لاعب زي ميسي يخاف من ابراهيم ويعطي البلنتي لسواريز.
تعرف لو تعديت ابراهيم مثلا صرت 5 ولا 6 الفيفا لحالها بتلغي الهدفين، وكذا الفيفا بتخاف منه، اللاعبين بتخاف منه، الحكام بيخافوا منه، احنا بنخاف منه، ده احنا بنخاف منه.